ايه رأيك في موضة قنوات اليوتيوب والتيك توك؟ هو بصراحة اليوتيوب والكلام ده كلام كويس وجميل، بس التيك توك هو عبارة عن حاجة والناس أصلا واخدها بفكرة تانية. في ناس بتنزل مثلا زي برنامج التيك توك دوت، في ناس لو دخلت هتلاقي في ناس بترقص وبتاع، وفي ناس منزلة برضو آيات قرآنية وأحاديث وحاجات كويسة برضو الواحد بيستفاد منها. تيك توك بصراحة يعني مبوظ الدنيا، حتى لو بنت بتعمل حاجة البنات كلها لازم تقلدها وبنا مش عاجبنا والله. في ناس بتستخدمها استخدام يعني مالوش، انا شايف انه مالوش اي لازمة، وفي ناس بتستخدمها استخدام كويس. ايه رأيك في موضة قنوات اليوتيوب والتيك توك؟ ممكن اي حد يقدم محتوى على اليوتيوب ولا لازم يكون محتوى محترم؟ لا، على الاقل لازم يكون محتوى محترم، وعلى الاقل يكون فيه هدف من المحتوى اللي بيتقدم ده. مفيش مشكلة لو حاجة فيها هزار، بس ما تبقاش فيها حاجة سوقية، ما تبقاش حاجة فيها حاجة خارجة، مش ألفاظ والحاجات ديت. شاف الموضوع يبقى له حدود، وعشان انت في الأول في الآخر انت بتقدم حاجة للناس كلها، ومفروض الناس كلها بتتفرج عليها، والمفروض الناس بتحب الحاجة اللي انت بتعملها، فانت تقدم محتوى محترم. هو المفروض ان كل واحد يقدم محتوى محترم سواء في التيك توك او في اليوتيوب عامة، لان دلوقتي السوشيال ميديا اتملت حاجات قذرة. لا طبعا، ازاي لازم يبقى محتوى محترم؟ والله في ناس كتير بتقدم فيه، بس في محتويات هادفه وفي محتويات مش هادفه. يعني في ناس بتعمل فيديوهات مش عارف ايه، يعني ممكن يبقى قاعد فاضي كده يعمل فيديو، وفي ناس بتقدم حاجات ناس تتعلم منها. هو اي حد يقدم اي حاجه، بس لازم تكون محترمه. ليه؟ لان دي بتاثر على ثقافات بلاد. الشباب الصغير دلوقتي بيتفرج على كل حاجه وبيقلد على الفاضي والمليان. احنا مش لازم مش اي حد يقدم اي محتوى، لان المحتويات دي بتظهر لناس كتير، وفي اطفال وفي فئات عمريه كتير بيشوفوا الحاجات دي. بص، هو يعني في ذوق عام يعني لليوتيوب عموما. احنا المفروض يعني انا مثلا كمقدم محتوى المفروض احترمه، فاهم يعني؟ انا صح، انا حر اكيد في اي مجال انا اختاره بالنسبه لليوتيوب او التيك توك عموما، بس انا برضو مضطر ان انا احترم الذوق العام، واحترم الناس برضو اللي بتتفرج عليا، احترم الفئه العمريه اللي هتتفرج عليا. واضح من التقرير اللي كان في الشارع دلوقتي انه الى حد كبير الشباب عندهم وعي بمحتوى اليوتيوب، ويمكن الكل اجمع على انه لازم احترم المشاهد اللي هيشوفني على اليوتيوب، ولازم اقدم محتوى ليه معنى. في الحقيقه الشهره في حد ذاتها مش قيمه، يعني دايما الشهره دي بيتقال عليها باي برودكت، يعني ده المنتج الجانبي للقيمه الاساسيه اللي انت بتقدمها. يعني مفيش حاجه اسمها انا عايز ابقى مشهور، لا، هو في حاجه اسمها انا هعمل ايه والشهره دي تيجي مش هتيجي، يعني مش ده الموضوع. ان هو الموضوع ما يتاخدش من الاخر زي ما بيقولوا شغل، يعني او زي ما بيقولوا بالبلدي كده سبوبه. في ناس كتيره داخله، يعني الست اللي كانت بتقلي سمك في غرفه، احنا مش عايزين نزود بقى شهرتها حاجه اكتر من كده، يعني حاجه يعني فيديوهات ملهاش اي قيمه. بالظبط، المخرج بيقول لي كان كفته ما كانش سمك، ايا كان يعني. انت نفسك في سمك شكلك كده جعانه، احنا كلنا جعانين على فكره. حاجه ملهاش قيمه خالص، انما في ناس فعلا فعلا زي ما قلت قبل كده بقول تاني، بتقدم حاجات فعلا تستاهل انها تتشاف. صح، والسوشيال ميديا بيدوها فرصه، فياريت زي ما قلنا برضو تاني نرشد ونعمل ترشيد لاستخدامنا للسوشيال ميديا. بالظبط كده، احنا مش ضد السوشيال ميديا، في الاخر انت بتقدم محتوى من خلال كذا بلاتفورم، سواء البلاتفورم ده كان هو المينستريم ميديا او الاعلام التقليدي بتاعنا او السوشيال ميديا، لكن في الاخر انت ايه القيمه اللي بتقدمها؟ يعني طبعا احنا مش بالعكس، ده يعني في قنوات للطبخ وللاكلات، ودي حاجه عظيمه جدا وصناعه قائمه بذاتها، لكن طبعا اما يتقدم المحتوى بشكل ركيك او ملوش معنى او ملوش قيمه، ما تدلوش انت اهميه بقى وتتفرج عليه وتديله فيور شيب والكلام ده، عشان الناس بس تبتدي ايه تركز مع نفسها. الناس بتديله اهميه، دي حاجه انا لازم اقولها، الاوفر ريتد الفظيع اللي على الانترنت. صح، بنشوف دعايه كتير حاجات حقيقي حقيقي ما تستاهلش، وانت تجربيها بناء على الريت اللي انت شايفاه على السوشيال ميديا. الناس بتقول على حاجه دي خطيره، دي فظيعه، ما حصلتش، تروحي انت تجربيها تلاقي ايه ده يا جماعه انتوا بتهزروا ولا ايه؟ فالموضوع فعلا زي ما انا قلت بالبلدي كده بقى، ده المشي التجاري يعني. كمان ده ان انت بتشوفي المنتج بشكل، وعبال ما يجي لك الاوردر على البيت حاجه ثانيه خالص، دي حاجه ده هو ده الاوردر اللي ايوه ده مش ده على فكره.